ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا بشأن مؤتمر المانحين في الكويت، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي. مرحبا بك دكتور خضير. في ضوء ما رشح من معلومات بشأن حجم المبالغ المتبرع بها إلى العراق، هي مبالغ قليلة، هل التعويل على هذا المؤتمر ما زال قائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم دكتور خضير. ألو. تفضل. الحقيقة أن طبيعة هذا المؤتمر لم تكن بالشكل الذي يمكن أن يحقق إلى العراق ما يستهدفه، سيما وأن البدء بدأ بتنصل الولايات المتحدة الأمريكية من دعم العراق في هذا المشروع، وهذا ما يحدو بالبلدان الأخرى أن تقتفي أثر الولايات المتحدة الأمريكية، مما ينبئ بشيء لا يقبل الشك بأن هذا المؤتمر لن يحقق للعراق أي هدف يبتغى منه. من أجل ذلك بالإضافة هناك يعني أحاديث حكومية وبرلمانية تقول إن المؤتمر هدفه الاستثمار وليس المساعدة في إعمار العراق، هذا يعني من بعض البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين، ما تعليقك؟ في الواقع أغلب التصورات ترتكن إلى البعد الاستثماري عنه عن بعد الإعمار أو المنح التي ممكن أن يحصل عليها العراق، لكن كلا الجانبين يؤكدها موقف الدول المختلفة من العراق باعتبار الحكومة أو حكومة المنطقة الخضراء أشر عليها فساد كبير، ولذلك تلك الدول لا يمكن لها أن تعطي أموالا للعراق أو تدخل في استثمارات في وضع غير آمن من الناحية العسكرية، ووضع يشير إلى الفساد الذي عم طبيعة الأداء الحكومي. يعني لا تتوقع دكتور خضير أن من الدول المشاركة في هذا المؤتمر أن تقدم نحو 100 مليار دولار، هذا المبلغ الكبير المطروح كلفة إعمار العراق في ظل أزمة اقتصادية عالمية؟ لا يمكن أن تحصل الحكومة العراقية على هذا المبلغ بشكل مطلق، لأنها وإن يعني إذا افترضنا أن تحصل عليه فإن الدول تعلم جيدا بأن هذا المبلغ سيذهب إلى جيوب الفاسدين وليس إلى إعادة إعمار العراق. لذلك أما أن تشكل لجان من هذه الدول التي تجمع بمنح العراق وهي التي تشرف على طبيعة الإعمار، أو ما يتجلى إلى المطلع على الواقع الاقتصادي العالمي وطبيعة الفساد الذي انتاب العراق طيلة هذه 14 سنة، ينبئ بأن ما لا يحصل العراق على أي مبالغ تصل إلى ربع هذا المبلغ مطلقا. ونحن نشاهد يعني صور دمار لهذه المدن، ما المتوقع لحاضر ومستقبل المدن المدمرة إذا عادت هذه الحكومة خاوية الوفاض من مؤتمر الكويت؟ ستعود حتما خالية الوفاض من هذا المؤتمر، ولو أرادت الحكومة أن تعمر العراق فلتعيد الأموال التي لدى الفاسدين والتي أخذوها من العراق، وبإمكان الدولة أن تحقق من جراء المبالغ التي ذهبت بجيوب القوى السياسية التي استحوذت على أكثر من 800 مليار دولار خلال هذه الفترة من 2003 إلى 2017،
تعيدها إلى الدولة ويمكن أن تعمر دون أن تتجه لأخذ الأموال من الآخرين. أشكرك شكرا جزيلا. هاتفيا من عمان دكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي.